بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب، اليوم تعتبر اول محاضره هنشرح فيها الرياضيات. ايه ده؟ في محاضره قبل كده، الناس اللي اول يوم النهارده ما حضرتش معايا ولا مره، ما حضرتش المحاضرات اللي فاتت، في محاضره كانت الاحد او الاثنين زي بعض الاثنين، كنت بشرح فيهم طريقه الدراسه، هتدرس ايه خلال السنتين، ويعني ايه دبلوم، وايه الفرق بين دبلوم موارد بشريه ودبلوم الشبكات، وايه اللي هتعمله، والدراسه ازاي لحد ما تخلص السنتين وتروح تختبر الاختبار الشامل، وطريقه الاختبارات الرباعيه، الاختبار النهائي، وكل الكلام ده. طبعا الكلام ده اهم حتى من الدراسه، وبقولها للناس اللي ما حضرتش. ففي فيديو ده متسجل، في فيديو مش هنعيده تاني دلوقتي زي ما قلت المره اللي فاتت، ده الكلام ده كان متسجل في فيديو، الفيديو ده هيتبعت في الجروب طبعا للناس، هيتبعت في الجروب الناس. طبعا الناس اللي ما حضرتش اول مره تحضر لازم تشوف الفيديو ده عشان تعرف انت داخل او تدرس ايه واختباراتك ازاي وايه وايه، لازم تعرف من دلوقتي. تمام، لكن النهارده احنا هنبدا اول محاضره معانا في الرياضيات. طبعا اللي ما يعرفش انا مين، انا استاذ عبد القادر، معاكم في ماده الرياضيات العامه يوم الاحد والاثنين، كلكم موارد بشريه وشبكات، وطبعا الناس بتوع شبكات بس هبقى معاكم كل ثلاث واربع وخميس، كل ثلاث واربع وخميس هبقى معاكم في ماده الشبكات. تمام، لكن كلكم يوم الاحد والاثنين ماده الرياضيات. وطبعا النهارده اول محاضره رياضيات، النهارده اول محاضره رياضيات، تعتبر اول محاضره فيها شرح للرياضيات. طيب الرياضيات الناس بتخاف منها وبتتخضي، لكن انت مش هتدرس رياضيات رياضيات، ايه ده؟ مش صعبه، مش حاجه صعبه، هتدرس شويه حاجات كده في الرياضيات، تقريبا خمس دروس، انا محدد لك خمس دروس بس. انت معاك الكتب طبعا، اللي ما خد الكتب او لسه ما استلموش يجي يستلمها، بس الكتب خلوها على جنب، يعني كتب الرياضيات خلوها على جنب. ايه ده؟ خليها معاك كده على جنب، افهم الاول الفيديوهات دي، افهم الشرح، لان الرياضيات فيه، الرياضيات فيه، هم خمس دروس، الخمس دروس دول بساط، بس لو انت حضرت او فهمت معايا يا شباب الموضوع هيبقى سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص. ايوه يا عبيد، ما انا عارف انت، انا اللي سلمتها لك النهارده يا عبيد. تمام، ركز معايا، انا اللي سلمتها لك، انا استاذ عبد القادر. تمام، ركز معايا يا عبيد. المهم، اول محاضره معانا، ركزوا معايا، اول درس من الخمس دروس. ايه ده؟ هو الرياضيات خمس دروس بس؟ مش الكتاب كله بس، ركزوا معايا لازم تفهم. اول درس معانا، خلاص خلاص ماشي يا وايد، اول درس معانا هو حاجه اسمها الارقام المعنويه او الاعداد المعنويه، حاجة اسمها الأعداد المعنوية أو الأرقام المعنوية. ده بس تافه وسهل وبسيط، ولو فهمته هتخش تحل وتاخد درجات. إيه ده؟ لأن الخمس، بقولها من دلوقتي، خمس دروس بيجوا لك في الاختبار، هيجوا لك في الاختبار خمس دروس بس اللي أنا هقولهم هم لايق، فلازم تفهم. طيب إيه درس الأرقام المعنوية؟ طبعا هنتفق اتفاق في الرياضيات بالذات، أنا دلوقتي في حاجات بعملها في الرياضيات، إيه هي؟ بشرح الأول إيه الحاجة دي، لان في الكتاب حتى لو انا قلت سيب الكتاب على جنب ما بيقولكش ايه ده. بعد ما بقول ايه ده، لو ما فهمتش بشرح ك تمارين، يعني بشرح شرح كتمارين، في الاول بقول ده ايه وده مهم تفهمه، ما فهمتش ركز في اللي بعده. الارقام المعنويه يا شباب باختصار هو الرقم اللي ليه معنى، ليه قيمه. ايه ده؟ بس بمعنى لو جيت قلت لك مثلا رقم زي ده 2 7 9 تلاتة، انت الرقم ده كده لو كنت نطقت الرقم ده 2793، 2793، ايه ده؟ الارقام دي كلها معنوية. واحد يقول لي يعني ايه؟ مش فاهم، ما فهمتش برضو، يعني ما تقدرش تحذف حاجة فيهم. بمعنى انا لو جيت قلت لك نفس الرقم ده اهو كتبته لك بس حذفت التلاتة، ايه ده؟ ده الموضوع مختلف تماما. ايه ده؟ ده رقم وده رقم، ده حاجة وده حاجة حضرتك، ده 2793 لكن ده هيبقى 279، دي حاجة ودي حاجة، ده رقم وده رقم. ايه ده؟ هو ده معنى كلمة الرقم المعنوي. التلاتة هنا مثلا ما اقدرش احذفها، السبعة التسعة ما اقدرش احذفها، السبعة ما اقدرش احذفها. الرقم المعنوي هو الرقم اللي انت لو حذفته
هيأثر على الرقم. ده باختصار. واحد يقول لي يا استاذ معلش معلش بقى بقطع كلامك، طب ما كل الارقام من واحد لتسعه المفروض الارقام كلها من واحد لتسعه اللي احنا بنستخدمها في الارقام، مش هي بنستخدم واحد لتسعه، كل الارقام من واحد لتسعه معنويه. اه ما هو كده فعلا، كل الارقام من واحد لتسعه معنويه. اه لو جبت لك رقم زي كده خلاص، اه ايه الارقام المعنويه اللي هنا كل دي معنويه، ما اقدرش احذف اي رقم، لو حذفت رقم من دول الرقم يتاثر، ما ينفعش. فمن واحد لتسعه كلها ارقام معنويه فعلا. يعني ايه معنويه؟ ما تقدرش تحذفها من الرقم، لو شلتها من الرقم الرقم يتاثر. الموضوع بتاعنا بقى مع الصفر. ايه ده؟ الصفر هو القضيه بقى. يعني ايه الصفر القضيه؟ لو جيت قلت لك رقم زي ده، اه ده خلاص ماله، ايه الارقام المعنويه اللي هنا، ايه الارقام اللي ما ينفعش تتحذف اللي ليها تاثير اللي ما ينفعش اسمها معنويه؟ التلاته والاثنين. طيب الاصفار ينفع تحذفهم؟ يعني ده الرقم ده 3200، هل اقدر احذف الصفرين دول؟ لا، ولا واحد منهم، ما تقدرش تحذف صفر ولا صفر. فبناء عليه الاصفار دي معنويه برضو، ده التلات دي معنويه والاثنين معنوي والصفر ده معنوي والصفر ده معنوي، ما تقدرش تحذفهم. بس لو جيت قلت لك كده، انطق الرقم ده كده، سبعه. ايه سبعة؟ طب لو حطيت صفر هنا سبعة، لو حطيت صفر كمان سبعة، لو حطيت مليون صفر على اليسار، لو حطيت مليون صفر على اليسار برضو سبعة، لو قعدت من هنا لبكرة سبعة. طب لو حذفت الاصفار اللي على اليسار دي كلها برضو سبعة. ايه ده؟ اه الصفر مش معنوي بكل بساطة في حالة ان الاصفار تبقى على اليسار، اي صفر على اليسار لحاله كده ملوش دعوه، مش في نص الارقام او كده، ما مش معنوي. يعني لو جبت لك رقم زي ده 320، الصفر ده معنوي، بس لو حطيت صفر هنا لا ده ملوش لازمه، ملوش لازمه 320، وحطيت صفر هنا برضه ملوش لازمه، مليون صفر هنا ملوش لازمه. فالاصفار دي كلها غير معنويه، يعني اقدر احذفها غير معنوي. يعني من الاخر من الاخر، طبعا هو في الكتاب هتلاقي قواعد ورغي وليلة كده مالكش دعوه بيها. يعني من الاخر الارقام المعنويه، كل الارقام معنويه من واحد لتسعه معنويه، كل الارقام الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه، كل دول معنويين خلاص، كل دول ايه؟ معنويين، الا الصفر. الصفر ساعات بيبقى معنوي وساعات لا. امتى بيبقى معنوي؟ لما بيبقى على اليمين او ما بين الارقام. يعني لو جالك كده اكيد طبعا معنوي، يعني اه صفر في وسط الارقام او على اليمين الرقم. لو جه على اليسار لحاله كده ان شاء الله، لو كتبت مليون صفر ممكن تحذفه، مع الصفر اصلا غير معنوي، فالاصفار على اليسار هي اللي غير ايه؟ معنوي. طيب لو ما فهمتش، مع ان طبعا متاكد الموضوع النهارده هيبقى سهل، يعني درس ده تافه يعني ان شاء الله، لو ما فهمتش هقولها لك بطريقه التمارين. ايه ده؟ يجي لك ايه السؤال ازاي؟ اه يجي لك يقول لك كده، حدد الأرقام المعنوية في الأعداد التالية، ويجي يقول لك مثلا اهو النقص السؤال الأول اهو، يجي رقم يجيب لك رقم 2 7 8 9 1 0 أي رقم يعني كده. أه الأرقام المعنوية اللي هنا كل الأرقام دي معنوية، ما أقدرش أحذف أي رقم منهم، حتى الصفر ده، حتى الصفر لو شلته هيأثر الرقم. لأ فالاثنين معنويين والسبعه معنوي والثمانيه معنوي والتسعه معنوي والواحد معنوي والصفر معنوي، دي كلها الارقام المعنويه. هيقول لك حدد الارقام المعنويه، ايه الارقام المعنويه للاثنين؟ اثنين والسبعه والثمانيه والتسعه والواحد والزيرو كلهم معنويين. طب لو جه قال لك كده، اه ايه الارقام المعنويه اللي هنا؟ اه الصفر ده ما ينفعش، مش معنوي، مش معنوي الصفر ده، مش معنوي. ليه؟ مفيش اهو طبعا دي مش دي نقطة، مش عشان الناس بتتلخبط دايما، ده رقم السؤال، ده مش رقم، ده رقم السؤال، عشان الناس دايما بتتلخبط فيه. اه علامة خليها نجمة كده. الصفر ده على اليسار ملوش لازمة، مش معنوي، مش معنوي. يبقى ايه الأرقام المعنوية اللي معانا؟ التلاتة والصفر، الصفر ده معانا طبعا، اه والاتنين، وطبعا الصفر ده لأنه على اليمين يعني ما اقدرش احذفه،
الرقم لو حذفت الصفر ده هيتقص، لكن ده ملوش لازمة. 3020 لو شلت الصفر ده 3020، لكن ده لا وده لا. فبناء عليه ده معنوي والصفر ده معنوي والاتنين دي معنوية والصفر ده معنوي، ده لا مش معنوي. يعني لو جه قالك كده ايه الارقام المعنوية اللي هنا؟ كل الاصفار دي مش معنوية، المعنوي هنا التسعة والصفر ده الصفر ده، لكن كل الاصفار دي مش معنوية. مش معنى ايه ده؟ هو ده الدرس، ده نص الدرس، ده النص بتاع الدرس. بس السؤال المهم بقى بسأله قبل ما اخش على النص التاني، مع انه درس تافه جدا انا عارف وكل حاجة، بس يعني ايه السؤال اللي بسأله دايما. طبعا في ناس دخلت لسه داخلين، كيف حالكم يا شباب؟ طبعا نسأل كل الناس الأول، أنا بسأل كل الناس الأول قبل ما أسأل، بسأل الناس كلها، هفتح الصوت. في حد اللي عنده استفسار؟ في حد عنده استفسار في اللي أنا قلته؟ في أي حد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أوش السر كيف حالك؟ السر بخير الحمد لله استاذ. انا انت اول شيء مساء الخير استاذ، السؤال اللي انت اللي شرحته وهذا الارقام الارقام هذه مش فاهمها شوي. مش فاهمها؟ طيب يا نواف تمام ركز معايا، في حد تاني عنده استفسار يا نواف؟ والله كل شيء واضح استاذ. ماشي ماشي ماشي، عشان هو بس ممكن يكون. طيب ركزوا معايا، مش مشكلة، عادي عادي جدا. ماشي ماشي. طبعا يا نواف بص، يا نواف طبعا الكلام ليك انت نواف. طبعا يا نواف بص، طبعا هقفل الصوت تاني بس هفتحه بعد شوية. طبعا يا نواف كالاتي، في حاجة اسمها الأرقام المعنوية. إيه الأرقام المعنوية؟ الأرقام اللي ملهاش لازمة. لو جيت قلت لك أنا واقف دلوقتي الرقم ده انطقه 632، إيه ده؟ ده 632، يعني دي 6 ودي 2 ودي 3، حلو تمام. لو جيت قلت لك احذف الاثنين، ينفع؟ ينفع تحذف الاثنين؟ لا ما ينفعش، لأنك لو حذفت الاثنين الرقم هيبقى كام؟ 63. ده غير ده، الأرقام المعنوية معناها إن الرقم اللي موجود في الرقم ما تقدرش تحذفه، ما تقدرش تحذف الأرقام اللي موجودة. ده معناه كلمة رقم معنوي، يعني من الآخر كل الأرقام معنوية. إيه ده؟ ما ينفعش تحذف كل الأرقام. يعني لو جيت قلت لك 9 7 5 3 1 ده الرقم ده انطقه 97531، هل ينفع أحذف رقم منهم؟ لا طبعا ما ينفعش. فكده كلهم معنويين، التسعة معنوي والسبعة معنوي والخمسة معنوي والتلاتة دي معنوية والواحد معنوي، كلهم معنويين خلاص إلا رقم واحد. يا بالظبط بالظبط، أنا عارف أنت فاهم. إلا رقم واحد بس اللي غير معنوي وما ينفعش، إيه هو؟ الصفر. في حالات معينة، بمعنى لو جيت قلت لك الرقم ده انطقه يا نواف، خلاص لو جيت قلت لك انت الرقم ده هتقول لي 1000، تقدر تحذف صفر من هنا؟ لا، لو حذفت صفر من هنا هيبقى 100، فالصفر هنا كده معنوي، فالصفر برضو معنوي. يعني الارقام من 1 ل 9 كلها معنويه ما تقدرش تحذف. الصفر بقى معنوي في حالات، ايه الحالات دي؟ اهو ده. لكن لو الصفر جه على اليسار، قلت لك انت ده 1000، ايه ده؟ لو حطيت مليون صفر على اليسار الرقم ده كام؟ 1000. كل الاصفار دي ممكن تحذفها عادي يعني، لكن اللي هنا دي ما تتحذفش. فبناء عليه رقم 1000 ده ايه الارقام المعنويه اللي فيه؟ الواحد والصفر والصفر والصفر، الاصفار اللي هنا. لو في صفار هنا ملهاش لازمه، زي ما انا جبت المسائل اللي انا جبتها دلوقتي. ايه انا واقف الرقم ده اهو، المساله اللي انا لسه شارحها اهو، الرقم ده ايه الارقام المعنويه اللي فيه؟ كلهم، الاثنين والسبعه والثمانيه والتسعه والواحد والصفر. ايه ده؟ الصفر هو الوحيد اللي ممكن يكون معنوي ممكن ما يكونش معنوي، كل الارقام معنويه انا واقف، الصفر هو اللي ممكن يكون وممكن ما يكونش. الصفر بقى هنا معنوي ولا لا؟ معنوي، لان ما اقدرش احذفه على اليمين. لكن هنا برضو نفس الكلام، هنا نفس الكلام، بس في صفر هنا، يعني في صفر 3 صفر، ده الرقم كام؟ 3020. الصفر ده ملوش لازمه، ممكن يتحذف، لان الصفر على اليسار هو اللي غير معنوي. فالارقام المعنويه اللي هنا ايه؟ لو حددتها 3 والصفر ده والاثنين والصفر.
الرقم الكبير ده انا واقف يشرح لك بقى الليله كلها. الرقم ده 90، ده 90، كل الاصفار دي 90. ايه ده؟ الاصفار دي ما لهاش قيمه غير معنويه. يعني قلت لك ايه الارقام المعنويه اللي هنا؟ التسعه دي والصفر اللي على اليمين ده، لكن كل دول الاصفار دي ما لهاش. يعني من الاخر انا واقف اللي انا شرحته بكل بساطه في اللي فات هو بس كلمتين، كل الارقام معنويه، الواحد للتسعه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كل الارقام دي معنويه الا الصفر. الصفر ساعات بيبقى معنوي وساعات بيبقى لا. امتى؟ لو الصفر جه على اليمين بيبقى معنوي، لكن لو جه على اليسار ملوش قيمه، يعني على اليسار لحاله كده ملوش قيمه، لكن لو جه على اليمين او في الوسط اكيد طبعا في وسط الارقام طبعا معنوي. فالمهم يا نواف، ها كده فهمت يا نواف؟ ها كده فهمت ولا؟ ايه استاذ فهمت الحين اللي قلت، الكلام اللي قلت هذا كله فهمت الحين، من الصفر او اين كان، بس من اليسار يعني قيمة، او من اليمين او الوسط عادي، اذا كان 1 إلى 9 8 7 كل او 2 من واحد كل ارقام. الا الصفر، الصفر بيبقى على اليمين معنوي، لكن على اليسار لوحده، لو كان على لوحده كده على اليسار ملوش قيمه، الصفر على اليسار ملوش اي قيمه غير معنى. فهمت الجزء ده نواف؟ ايه فهمت استاذ. طيب بدال فهمت وانت الوحيد اللي قلت، طبعا هقفل الصوت وهفتح الصوت لواحد واحد، اسال بشكل عشوائي، ايه ده في نص تاني لسه هنكمله، هو الدرس تافه انا عارف طبعا، بس نسال بشكل عشوائي. هنبدا عشوائيا نقول تركي، كيف حالك يا تركي؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله أستاذ، عامل الحمد ايه؟ لله لو جيت قلت الحمد لك لله. تركي الرقم ده تركي كده، ايه الارقام المعنوية اللي فيه؟ الواحد الواحد نبتدي من الواحد والصفر، والصفر ده، الواحد والسبعة الصفر ده ولا الصفر ده المعنوي؟ يمين ده الصفر ده لا اليمين، ماشي، والواحد معانا السبعة والسبعة، الصفر ده هو اللي ايه؟ الغير محذوف غير معنى. ماشي يا تركي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خالد البن علي، خالد كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله تمام. طيب لو جيت قلت لك الرقم ده يا خالد، ايه الأرقام المعنوية اللي فيه؟ الواحد والتسعة وثلاثة الأصفار اللي على اليمين، 1 و9 والثلاث اصفار دول اللي على اليمين. طب الصفرين دول مش معانا؟ مش معنويين؟ مش معنا ماشي. اخر واحد هنساله بشكل عشوائي، طبعا انا بسال بشكل عشوائي بس كلكم المفروض تكونوا مركزين معايا وفاهمين. نقول صالح، كيف حالك يا صالح؟ خير يا استاذ. صالح لو جيت قلت لك الرقم ده، ايه الارقام المعنويه اللي فيه؟ الخمسة اللي على اليمين. خمسه بس؟ ايه سوري خط وحش وحش، معلش ثانية واحدة. الخمسة بس، اوكي. الخمسة هي اللي معنوية فقط. طبعا يا شباب كده أكون طممت إن في ناس فهمت، طبعا كل الناس فهمت يعتبر. الجزء اللي أنا قلته ده الحمد لله تافه ونص الدرس، أه والله نص الدرس، إيه ده؟ ده درس من الخمسة؟ أه درس من الخمسة. النص التاني بقى ركزوا معايا، لأن الناس ساعات ساعات ما بتفهموش قوي، بس مع انه سهل برضه، ركزوا معايا بقى. الكلام ده ينطبق مع الرقم الصحيح. واحد يقول لي ايه ده الرقم الصحيح ده يا استاذ مش فاهم. في حاجه اسمها ارقام عشريه، كسور، هلالات، يعني سميها كده في الفلوس كده هلالات. يعني لو جيت قلت لك دلوقتي انت لي الكلام ده بالفلوس كده هتقول لي دي 37 ريال، 37 ريال. لو عملت لك نقطه كده، نقطه ايه ده نقطة كده، كتبت لك كده دي في الفلوس، هتقول لي 37 ريال ده ريال اهو، ودي 15 هللة، دي 15 هللة. ايه ده؟ ده في الفلوس، لكن في الرياضيات ده اسمه رقم عشري يا شباب، ده اسمه رقم عشري، ده الصحيح، يعني الرقم الصحيح. الرقم العشري ده الرقم اللي بعد العلامة العشرية، ده رقم أقل من واحد، زي ما هنا 15 هللة دي ما كملتش ريال، يعني 15 هللة دي أنت محتاج عليها كمان
تقول مثلا 85 هللة عشان تكمل ريال ريال. هي كده نفس الكلام، ده رقم 10 يعني. ايه رقم 10؟ ده رقم اقل من الواحد، كسر، يسموه كده رقم 10 عشان اغلب الناس بتقف معاها الحته دي، مع ان انتوا خدتوها في الرياضيات في الدروس اللي فاتت او الحاجات اللي فاتت افادتكم قبل كده. ده اسمه رقم 10. ماله بقى الرقم العشري؟ رقم العشري الموضوع مختلف. يعني انا سايلك من شويه ان لو كده نطقت رقم زي ده كده هتقول لي 3، لو حطيت مليون صفر على يسار 3، ده عشان الصحيح، رقم صحيح. الرقم العشري الموضوع مختلف. ازاي؟ لو جيت قلت لك انطق دي كده هتقول لي اه دي علامه 2، مالناش دعوه بيها خلاص. ده بقى نص، 2.5، او ليه نطق تاني في الرياضيات اسمه 2.5، 2.5، ده 2.5 او 2.5. تمام؟ حلو. طيب لو حطيت صفر على اليمين، ايه ده في الرقم العشري على اليمين، خدوا بالكم على اليمين، انطق كده هتقول لي 2.5. ايه ده؟ هتلاقيه برضه تقول لي 2.5، او بالطريقه العشريه 52%، 50%، يعني نص، يعني 2.5 بس. لو جيت كده 2.5 بس، دي نص، 2.5، 2.5 او 2.5، 5 يعني نص. خلاص اللي فوق دي 2.5 برضو، لو حطيت صفر على اليمين كده نص، ده بتنطق نص، ده اسمه نص، اللي هو 50%. طب لو عملته كده برضو نفس الرقم 5 وحطيت صفرين كمان برضو هتنطقه نص، 2.5، اللي هو 2، لو عايز تنطقها بقى النطق 500 من 1000، اللي هي نص. ايه ده؟ كل دول زي بعض، يعني دي هي دي هي دي. من الاخر الصفر اللي على اليمين ده في الرقم العشري ملوش قيمه، حطيته سبته مش ملوش قيمه، يعني من الاخر اهو ده دي ده كده. سيبكم الرقم ده، ده كده نص، حطيت صفر 50% يعني نص، حطيت صفر كمان 500 من 1000 يعني نص، لو حطيت مليون صفر على اليمين نص، هو كده ده نص. فالرقم العشري الموضوع مختلف، الصفر على اليمين هو اللي ملوش قيمه. يعني كالاتي، لو انا جيت قلت لك كده بس خلاص، القيمه المضافه، القيمه المضافه زمان كانت 5%، قبل ما تغلى دلوقتي ب 15%، كانت زمان 5%، دي بتتكتب 5%، 5% كده، دي معنى 5%. هل دي نص؟ لا، دي 5%. دي تختلف عن دي. دي 2.5، دي 2.5%، دي 5 هلالات، دي نص ريال، اللي هي تعتبر 50 هلله بس في صفر متشال. فبناء عليه اللي انا عايز اقوله بقى في الرقم العشري الكسر، الصفر بقى على اليسار هو اللي ليه قيمه. يعني انا دلوقتي حطيت هنا صفر، لو شلت الصفر ده، لو انا شلت الصفر ده هيبقى هنا، لا نص، هيختلف الرقم كده، اختلف الرقم العشري، الموضوع مختلف. الرقم العشري الموضوع مختلف، الصفر هو اللي على اليسار ليه قيمه، ليه لازمه معنوي، لو حذفته الرقم يتقصر، لكن الصفر على اليمين هو اللي ملوش قيمة، لو حذفته الرقم ما يتأثرش. ايه ده؟ ده عكس ده، ده عكس ده. يعني لو من الاخر يا شباب اهو، لو جالك رقم زي كده، ده رقم صحيح، الرقم الصحيح ده 7، اي صفر على اليسار، اليسار ملوش قيمة، لكن اللي على اليمين ده 700 كده بقى، 700 على اليمين ليه قيمة، ده في العدد الصحيح. لكن لو في نقطة، نقطة سميها انت نقطة، اللي هو رقم 10 اللي بعد كده، لا الرقم العشري ده الموضوع مختلف، اللي على اليمين ملوش قيمه، اللي على اليسار له قيمه. بعد النقطه دي اه العكس، لو جالك مثلا كده خلاص، الاصفار دي معنويه ليها قيمه معنويه معانا، طبعا ال 15 معانا، الاصفار دي اللي ملهاش قيمه احذفها. في الرقم العشري الموضوع مختلف، في الرقم العشري الموضوع مختلف. يعني من الاخر لو ما فهمتش افهم معايا الاسئله، هيجي يقول لك مثلا حدد الارقام في الاعداد المعنويه، سوري انا اسف، حدد الارقام المعنويه في الاعداد التاليه،
الأرقام المعنوية، سوري معلش نشوف. بيقول لك حدد الأرقام المعنوية، قول لي إيه هي الأرقام المعنوية في الأعداد التالية، خلاص ويجيب لك مسألة، أول مسألة خلاص يجيب لك مسألة كده. رقم زي ده مثلا، انا جايب ارقام غريبه عشان الناس تفهم. رقم زي ده، رقم زي ده، بصوا يا شباب اللي ما فهمش اللي فات يفهم من دلوقتي. لو جالك رقم يا شباب، لو ما فهمتش كل اللي انا قلته اللي فات، لو جالك رقم في نقطه في النص سميها نقطه، انت سميها نقطه خلاص، سميها نقطه. لو جالك رقم في نقطه في النص تعامل معاه ان هو رقمين، حاجتين، تعامل معاه ان هو جزئين. اللي قبل العلامه ده، اللي قبل العلامه كالاتي: اي صفر على اليسار ملوش قيمه، يعني اقسمه نصين، خلي ده على جنب كده، خلي ده كده لوحده، اللي قبل العلامه ده، اللي قبل العلامه. اي صفر على اليمين على اليسار ملوش قيمه، يعني هنا الارقام المعنويه ايه؟ الصفر ده مش معانا، الارقام المعنويه الاثنين والسبعه والصفر والصفر. اللي بعد العلامه بقى حاجه ثانيه، اللي بعد العلامه حاجه ثانيه، الاصفار اللي على اليسار هي اللي ليها لازمه، هي اللي معانا، اللي هي المعنويه. الصفر والصفر ده معانا، والواحد والثلاثه معانا، لكن الصفرين دول لا مش معانا. لو جالك رقم في نقطه في علامه عشريه، تعامل معاه على انه حاجتين، حاجه قبل العلامه وحاجه بعد العلامه. اللي قبل العلامه الصفر لو جه على اليسار مالناش دعوه بيه، مش ناخده. لو اليسار على الصفر على اليسار مالناش دعوه بيه، ملوش قيمه. لكن لو الصفر في اللي بعد العلامه، الصفر اللي جه على اليمين هو اللي مالناش دعوه بيه. يعني كده لو جاي لك رقم زي كده، ايه الارقام المعنويه اللي هنا يا شباب؟ الثلاثة طبعا، اللي بقى في علامة، في علامة عشرية، في علامة عشرية بقى هتتعامل مع الرقم ان هو حاجتين. اللي قبل العلامة ده اهو، لو في صفر على اليسار هنا ملوش لازمة، لو في صفر على اليسار مش هناخده، مفيش اصلا، هو كده كده مش هناخده. الثلاثة معنوية والاثنين معنوية، الاصفار دي طبعا معنوية لان على اليمين في الجزء ده، الجزء ده اللي على اليمين الصفار على اليمين معانا. اللي بعد العلامة العكس، اللي بعد العلامة العكس، اللي الرقم اللي بعد العلامة اللي هو العشر العكس، الاصفار اللي على اليسار هي اللي ليها لازمة، اللي بتاخدها ما بتسيبهاش، الاصفار دي معانا. الخمسة معانا طبعا، الصفر ده هو اللي ما بتاخدوش. يعني الرقم لو في علامة عشرية نقطة هتتعامل معاه لأنه رقمين، في رقم قبل العلامة، في رقم بعد العلامة. في رقم قبل العلامة اعتبر معاه انه ناحيتين، في تقسمه نصين كده، في قبل ده في بعد ده. بس اخر مسألة عشان الناس تفهم، اهو كده جالك كده اهو نقطة صفر صفر، ولا بلاش دي كمان، دي كلهم راحوا في الصفر. ده رقم في علامة عشرية، ده رقم في علامة عشرية، في نقطة، في نقطة، في نقطة، في نقطة، يبقى اتعامل معاه الآتي: إن في رقم في الناحية، رقم الناحية دي ورقم الناحية دي. اتعامل معاه إن هو جزئين. إيه؟ اللي الناحية دي ده الصفار اللي على اليسار ماليش دعوة بيه. لو في صفار لحالها على اليسار مش دعوة بيه، في صفرين على اليسار أهو مالهمش دعوة بيه. أنا هاخد الاثنين والواحد والسبعة والصفر اللي هو أنا اللي قبل العلامة ده. طيب اللي بعد العلامة العكس. الصفار اللي على اليسار هنا اللي معايا، لو في صفار هنا مفيش، طيب مش مشكله، واحد واثنين وسبعه. طيب الصفار اللي على اليمين دي بقى، لو في الرقم اللي بعد العلامه الصفار دي مالناش دعوه بيها. لا طيب لو جه كده، طبعا انا هلخبط بقى دلوقتي، اعمل حاجه دلوقتي في اللخبطه الناس فيها انا عارف، بس هعملها. لو جه كده، لو جه كده الرقم ده ما فيهوش علامه عشريه اصلا، ما فيهوش نقطه، ما فيهوش نقطة يبقى خلاص امشي الطبيعي. لا ده ما فيهوش نقطة يبقى امشي الطبيعي، الاصفار اللي على اليسار كده كده ملهاش لازمة، لكن هنا اللي على اليمين بدل ما فيش نقطة هنا خلاص ما فيش رقم تاني، ما فيش ناحية تانية، لو في نقطة هنا خلاص ما فيش، خلاص يبقى ده اللي هحط اخده. بس الاصفار دول مش معانا، التلاتة معانا، التلات اصفار دول طبعا معانا،
لكن الصفرين دول مش معاه. يعني اعتبر ده طبيعي، بدل ما فيش نقطه ما فيش علامه عشريه، لكن العلامه العشريه تختلف. لو في رقم هنا في علامه عشريه، لو في علامه عشريه هنا وفي رقم، يعني في نقطه في نقطه وفي هنا رقم بعد النقطه، ده العكس بقى، اللي بعد النقطه ده العكس. الاصفار اللي على اليسار هي اللي باخدها، والاصفار على اليمين ملهاش قيمه، ملهاش قيمه. طيب طبعا استفسر ثانيه واحده. طبعا يا شباب انا فاتح الصوت، في حد عايز استفسر؟ ها حد عنده استفسار ولا كله يعني كله يعتبر فهم اللي انا قصدي عليه؟ ها حد عنده استفسار؟ انا استاذ. مين؟ انا استاذ. واقف وقول استفسارك. انا انت استاذ مثلا شرحت يعني الارقام اللي هي اللي على اليمين الصفر والصفر والخمسة، أما الصفر هذا تنشطب، أما الأرقام اللي تحت يعني زي مثلا ثلاثة اثنين اثنين صفر 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 وعلى اليمين صفر وخمسة، يعني أرقام كذا كلها يعني متساوية أو مش غير مثالية أو معينة يعني. يعني هذا قصدي. سؤالك مش مستوعب قصدي، بس ما علينا. أنا مش أنت فهمت أنا قصدي إيه؟ أنا واقف ولا إيه؟ أنا بكلامي وأنا واقف، ركز معايا. بص تاني، الأرقام اللي قبل العلامة العشرية، لو في رقم قبل العلامة العشرية، في حاجة اسمها نقطة. العلامة العشرية أنا واقف، عارف العلامة العشرية دي؟ العلامة العشرية النقطة دي اللي هنا ده اسمه رقم 10، اللي هنا ده بيبقى اسمه رقم صحيح. حلو؟ الرقم الصحيح اللي قبل العلامة ده خلاص، ده الطبيعي اللي إحنا قلناه من شوية قبل الشرح. الأصفار اللي على اليسار ملهاش قيمة، الاصفار اللي على اليمين هي اللي ايه؟ اللي ليها قيمه. فالاصفار على الصفر ده مثلا هنا مش هاخده، هاخد الاثنين واخد السبعه واخد الصفرين معايا. لكن اللي بعد العامه العشريه الموضوع العكس، انا واقف خلاص. الاصفار اللي على اليسار سوري اللي على اليمين دي مالهاش لازمه، الاصفار دي مالهاش لازمه، الاصفار دي هي اللي ليها لازمه، فدي هتاخدها، هي اللي ليها مع قيمه اللي هي معنويه. زي هنا مثلا ده رقم لا زي الرقم ده كده انا واقف. الرقم ده انا واقف في علامه عشريه صح، بدل في علامه عشريه الرقم اللي قبل العلامه ده الاصفار اللي على اليسار ده الطبيعي، الرقم الطبيعي اللي احنا لسه قايلينه، الرقم العادي. الاصفار على اليسار ملهاش ايه؟ قيمه. دي ملهاش قيمه، مش هناخدهم. انا هاخد مين؟ هاخد الاثنين اللي معايا بقى، الايه؟ الاثنين والصفر والواحد والصفر، دول المعنويين اللي ما اقدرش احذفهم. طيب اللي بعد النقطة سميها نقطة انت يا نواف، اللي بعد النقطة لأن العلامة العشرية الموضوع مختلف. الرقم اللي بيبقى بعد النقطة اللي بعد العلامة العشرية ده موضوع مختلف. الأصفار اللي على اليسار هي اللي ليها قيمة، لازم تاخدها، ينفع ما ينفعش تشيلها، ما ينفعش تحذف. الصفر ده معنوي معانا، والاثنين والخمسة، لكن الأصفار دي هي اللي مش معانا أو مش معنوي. المشكله الموضوع كله في العلامه العشريه يا نواف، في النقطه. لكن لو جه رقم ما فيهوش نقطه زي كده اهو، زي ده كده، ده رقم ما فيهوش نقطه، خلاص نمشي بالطبيعي زي ما احنا قايلين. ما فيهوش نقطه اللي على اليسار ملوش لازمه، الصفر اللي على اليسار لحالها ملهاش لازمه. اللي معانا في الارقام المعنويه هتبقى 7 و0 و0 و0. فاهم حاجه يا نواف؟ لو مش مستوعب كلامي شوف الفيديو اكتر من مره، وفي ملخص كده ورقه ببقى بديه لكم تبقى تقراه مع الفيديوهات. بس لو فهمت قول فهمت. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ طب غير نواف، ماشي نواف فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ حد غير نواف فاهم استاذ كلامك؟ طيب طب حد غير نواف عنده استفسار ولا كله تمام بالنسبه لباقي الشباب؟ كله تمام، كله تمام تمام. طيب طيب هسأل تمام. طيب هسأل بشكل عشوائي سريعا، هنسأل 3 أشخاص. المرة دي هناخد ناس جديدة، نبدأ ب خالد حسن. سامعني يا خالد؟ كيف حالك يا خالد؟ لو جالك رقم زي ده يا خالد ايه الارقام المعنويه هنا يا خالد؟ الاثنين
ثلاثة أصفار اللي على اليسار، ثلاث أصفار اليسار معانا. تمام تمام والصفرين والخمسة الصفرين دول اللي معانا قبلهم. بالظبط كده، والخمسة يعني الصفر ده الوحيد اللي مش معايا، اللي مش معانا أوي أو مش معانا. طيب نبدأ ناخد عبد الرحمن. عبد الرحمن سمعنا عبد الرحمن؟ ايه استاذ سامك، لو جيت قلت لك عبد الرحمن الرقم ده، ايه الارقام المعنويه اللي في عبد الرحمن؟ الصفر الوسط، الايه؟ ثلاث اصفار، ثلاث اصفار معنويين معانا يعني؟ ايه ثلاثة معنوي برضو ولا مش معانا؟ معنوي. معنوي. طيب ماشي يا عبد الرحمن. تمام طيب آخر شخص هناخده معانا هنقول منصور. كيف حالك يا منصور؟ الحمد لله. لو جيت قلت لك يا منصور الرقم ده، ها ايه المعنوي اللي فيه؟ الاثنين والصفرين اللي معاه والخمسة والصفرين. صفرين الخمسة والصفرين ده بس اللي ايه اللي مش معانا او مش معانا. معنا. طيب طبعا يا شباب هنقف لحد هنا. الجلسة هتقفل دلوقتي، طبعا الفيديو كمان هيقفل، بس هتخشوا تاني، هتخشوا تاني، مهم تخشوا تاني، هقول حاجة في الآخر. طبعا الجلسة نفسها هتقفل، هتقفل دلوقتي، لما تقفل هتدخلوا تاني، بس الفيديو طبعا هيتسجل كده ولازم طبعا تشوف الفيديو. وطبعا دي محاضرة سهلة من الخمسة، في خمس دروس، دي واحدة منهم وسهلة، وبالتوفيق.